اول حاجه وقبل ما نبدا معكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي واحد الدعيوه والله يسهل عليكم. السلام عليكم خواتاتي الغزالات، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير، وتكون ان شاء الله اموركم كلها مزيانه. توحشتكم بزاف وبزاف وبزاف البنات، توحشت قناتي على اليوتيوب، توحشت نزل فيديوهات، توحشت المتتبعات ديالي الغاليات. كنشكر بزاف وبزاف وبزاف البنات اللي كيتواصلوا معايا في الانستغرام، كنشكرهم بزاف، كيسولوا فيا مره، شكرا لكم كاملين البنات. صراحه البنات توحشتكم بزاف والله العظيم، خبرت عليكم، ما بقيتش كنزل فيديوهات، ما بقيتش كنحط نهائيا في اليوتيوب. راه تقريبا البنات دابا جايه لشي 7 شهور لظروف، والله البنات لا جهد الا جهد الله، الظروف اللي دزت منها والمرحله اللي دزت منها ظروف صعيبه، وعارفين في الغربه وبوحديتي غير انا ووليداتي وراجلي، ظروف صعيبه 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 بزاف، دزت من واحد المحنه، ولكن اللهم لك الحمد، الحمد لله تجاوزتها والحمد لله ربي كتب عمر جديد الحمد لله. اي حاجه كندوزو منها ولا اي امتحان كندوزو منه في الاخر نقولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. غبرت عليكم بزاف صراحه، توحشتكم، توحشت نزل فيديوهات، كنت اكتيف وكنت مونسه حتى بالقناه ديال اليوتيوب في هذه الغربه هذه. المهم البنات الظروف اللي دزت منها، كان الزوج ديالي جاتو لنا وبقى لبيا على غفله البنات. ما في الاول ديال رمضان كنت موجده معكم فيديوهات تحضيرات ديال رمضان كلشي داكشي ديال العواشر، ولكن كما كنقولوا اي حاجه كتجي من عند الله مرحبا بها. جاتو النوبه قلبيه والحمد لله الحمد لله اللي كنت انا معاه في الدار في الوقيته اللي جاتو، والحمد لله خدمت شويه العقل ديالي، ما تخلعت ما حتى شي حاجه، الحمد لله انني قدرت نعيط ليه الاسعاف في الوقت المناسب. عيطت لهم البنات، عيطت الاسعاف وبقاو معايا على الخط لانني كنت مخلوعه بزاف، وجاو الحمد لله في الوقت المناسب وعتقوا الزوج ديالي لدرجه ان جات الهليكوبتر حتى لباب الدار وهزاتو وداتو للمستشفى ديال تشيفيلي، لوسبيدال تشيفيلي ديال بريشيا، كانت حاله مستعجله باش ينقذوا الحياه ديالو. والحمد لله الحمد لله بفضل الله وبفضل شويه ديال العقل وشويه ديال ما تخلعت صراحه البنات، تخلعت ما نكذبش عليكم، لانه طاح قدامي وكيشوف الموت قدامي وكيتصارع معاه وانا معاه في الدار، والحمد لله بفضل الله وبفضل شويه ديال الشجاعه ديالي حاولت انني نعيط للاسعاف وعتقوه الحمد لله وتكتب لي عمر جديد الحمد لله. ديما كنقولها كنقول اللهم لك الحمد، الغربه صعيبه البنات وسيرتو في هذه المواقف هذه، الغربه صعيبه وصعيبه وصعيبه بزاف، هذا الشيء اللي دزت منه ما تبغيوش العدو ديالكم. الحمد لله الحمد لله والشكر لله اللي تكتب لي عمر جديد يبقى مع وليداتو ويشوفهم حتى يكبروا ويشوفهم كيف ما بغى حتى هويا، الحمد لله والشكر لله. المهم البنات الاسبوع الاول ديال رمضان ما كنتش قدرت ندخل نشوفه لانه كان في العنايه المركزه وكان ممنوع عليا انني ندخل نشوفه، كانوا مره كيعطيوني نهضر معاه بحال هكذا في الواتساب ونطمئن عليه. ومن بعد ما خرج من العنايه المركزه كنت كنمشي نزوره مره، كان ممنوع انني نزوره حتى ندير التيست ديال الكوفيد ضروري انني كنت كنديرو، عاد كندخل باش كنشوفو، كان ممنوع الزياره بلا بيه. المهم تمحنت شي شويه وتكرفصت شي شويه، راكم عارفين البعد، انا ساكنه بعيده على السونتر ديال بريتيا تقريبا ماشي 70 ولا 74 كيلومتر، فكنت كنمشي ونجي. الغربه البنات كتعلمك بزاف ديال الحوايج وكتخليك تعلمي بزاف ديال الحوايج، نصيحه لكم البنات، نصيحه، البيرمي ضروري خصو يكون عندكم باي وجه كان، خص يكون عندكم البيرمي ديالكم باش كتعتمدوا على ريوسكم، كطيحوا في مواقف بحال هكذا. راجلي بعيد عليا تقريبا ب 74 كيلومتر وخصني نمشي نزورو، خصني ضروري البيرمي ضروري، اللغه ضروري، فاش عيط لومبيلونس باش نعتقو هذا راه ضروري اللغه باش تهضري، ضروري البنات اللغه والبيرمي ضروري منهم في هذه الغربه هذه. نصيحه لكم اي بنت ما عندهاش البيرمي تنوضوا تحزموا وديروا، اي بنت ما كتعرفش اللغه تمشي للمدرسه تقرا تعلم باي وجه كان. الحمد لله البنات محنه ودازت اللهم لك الحمد، محنه ودازت وتكتب عمر جديد وحياه جديده اللهم لك الحمد. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هنا بقاو عندي الفيديوهات ديال
ديال رمضان، التحضيرات اللي كنت كنوجد معاكم البنات اللي متبعيني في الانستغرام، راه كنت كنزل ستوريات، كانوا ديما كيسولوا فيا في الوقيته اللي كنت انا كنمشي للسبيطار وبزاف ديال الحوايج. التحضيرات ديال رمضان كلها وجدتها، ولكن ما قدرت نزل معاكم والو لان ما كانتش لقانه، ما كانش المورال. انا فين وفين في الفطور د رمضان وفين التحضيرات د رمضان، كنت كنضل صايمه وبوحديتي وراجلي في جهه وانا في جهه. المهم اللهم لك الحمد، كما قلت لكم بقاو عندي هنايا الفيديوهات ديال اليوتيوب. ان شاء الله يجي رمضان الجاي ويلقانا ان شاء الله بالف صحه ويلقانا بخير وعلى خير. شوفوا البنات، الا كانت صحيحه كاين كلشي، الا مشات صحيحه مشى كلشي. ان شاء الله يجي رمضان الجاي ويلقانا بالصحيحه. شوفوا البنات، كل شيء تعوض الا الصحه اللي ما كتعوضش. تمشي لك طوموبيل تقدر تعاود تشري وحده اخرى، تمشي لك دار تقدر تعاود تنوض وتطيح ودير دار اخرى، بزاف ديال الحوايج. تمشي لك الفلوس تقدر تخدمي وتعاودي ديري فلوس اخرين، ولكن ملي كتمشي الصحيحه صافي ما كيت الصحه هي كل شيء، الصحه ما كتعوضش. تكيسوا على الصحيحه ديالكم، حافظوا على الصحه ديالكم. الزوج ديالي الان الحمد لله بصحه مزيانه، الحمد لله متبع الدواء ديالو في الفطور في الغداء في العشاء، متبع لي فيزيتي ديالو. كل مره كيمشي يدير كونترول، كل مره كيمشي يدير هكا التحاليل ديال الدم، باش كيمتبعين معاه كل شيء. صراحه البنات هاد البلاد، علاش الانسان يبقى في هاد البلاد هادي ويحافظ على الوريقات ديالو على ود هاد الحويجات الصحه؟ لان راكم عارفين في المغرب عمليه ديال القلب ودواء ديال القلب راه مكلفين بزاف البنات، مكلفين لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. الحمد لله على كل شيء، كندور حتى نعيا وكنقول اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل شيء. نعمه الصحه راه شي حاجه كبيره وكبيره بزاف البنات. كنشوف دابا معكم الشباكيه والعسل وسلو وداكشي، ناري البنات السكريات بزاف بزاف. ممنوعين دابا على الزوج ديالي، ممنوع انه ياكل الحلاوه وياكل هاد الحويجات اللي فيهم العسل فيهم السكر، فهو متبع نظام صحي اللي ما كياكلش فيه النشويات بزاف، ما كياكلش لي بات بزاف، ما كياكلش الخبز بزاف، كياكل واحد الكميه اللي قليله، ما كيكثرش من هاد الحويجات هادو. وحتى انا البنات جات فرصه انني ننظم حتى انا الماكله ديالي، دايره نظام صحي، ماكله صحيه حتى انايا، ومتبعه نظام الصيام المتقطع اللي نقصت عليه بزاف ديال الوزن البنات، تقريبا 23 كيلو. نظام الصيام المتقطع، كناكل بجوج وجبات في النهار، كناكل وجبه مع 12 ووجبه مع 6. ان شاء الله الا بغيتو نشارك معكم هاد التفاصيل هادو، الاكل الصحي الصيام المتقطع، خليوها لي ان شاء الله في التعاليق. وان شاء الله في الفيديوهات الجايين حفزوني وشجعوني باللايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم، وان شاء الله ان شاء الله نقدر نشارك معكم هاد الحويجات هادو اللي غادي تستافدوا منهم. صراحه البنات الصيام المتقطع والاكل الصحي كيخليك ترجعي الصحه ديالك، تبعدي على السكريات، تبعدي على النشويات، على لي بات، على الخبز. ماشي ما تاكليهم تقطعيهم بمره، ولكن كتبقاي تاكليهم بواحد الكميه اللي قليله بحال هكذا. هي راه ما فيها باس مره مره الا تشهيتي بريوه ولا تشهيتي طريف ديال المقروط ولا تشهيتي طريف ديال الحلوه، راه كتاكليه مره مره، ماشي ديما. كيكون عندك واحد النظام ديال الماكله ديالك، كيكون فيه الخضر بزاف، كيكون فيه الفواكه، كيكون فيه البروتين بزاف، بحال هكا الصدر ديال الدجاج، اللحم الحمار، الحوت، البيض. المهم البنات ان شاء الله غادي نحاول في الفيديوهات الجايه نشارك معكم حتى تجربتي مع الصيام المتقطع ومع الاكل الصحي. كنشوف دابا التصاور بزاف ديال السكر، بزاف ديال الحلاوه، غادي نحاول ان شاء الله نبقى ندير وصفات هكا بحال هكا. سلو كنا تشهينا من مورا رمضان وكنت درتو بلا سكر غير بالعسل، وجا لذيذ البنات وجا زوين. بزاف ديال الحوايج ما غاديش نبقى ندخل فيهم السكر، ما غاديش نبقى ندخل فيهم الزيت الروميه، ما بقيتش كنطيب بها نهائيا البنات ولا كندور بها. قرعه ديال الزيت كدير لي تقريبا مع هذا الغلا اللي حنا فيه كدير لي تقريبا شهر. غير هكا بحال هكا مره مره الوليدات ديالي كيتشهاو الكيك ولا الا تشهاو، وما اغلبيه الكيك كنديرو بزيت الزيتون بالزيت البلديه. سمحوا لي البنات طولت عليكم شي شويه في الهضره، ولكن فضفضت معكم شي شويه، كان ضروري انني ننزل معكم فيديو نشرح لكم فيه فين غبرت.
الحمد لله. مهم البنات ما تنسوا تستروا مزيان على الكلمة ديال الغربة، تستروا عليها مزيان. الغربة وتكوني في محنة راه صعيبة بزاف البنات، ولكن اللهم لك الحمد استطعت وحاولت أنني ندوز من كاع دوك المراحل الصعاب اللي دازوا عليا. الحمد لله اللهم لك الحمد، غير اللي شاط عمر جديد وتكتب عمر جديد. الحمد لله البنات، دعواتكم مع الزوج ديالي، دعواتكم البنات. ما تنسونيش من لايك ديالكم، وما تنسوش تخلي لي تعاليق ديالكم باش تشجعوني. هنايا كنت صورت واحد الطبيله وكنت باغي نشاركها معكم، ولكن تمشي غير فين مشاك الله. الحمد لله بقاو هاد الفيديوهات وجمعتهم وقلت الله تنشاركهم مع البنات. غادي نقول لكم شكرا لكم، شكرا لاي بنت سولات فيا وشجعوني باش ان شاء الله نعاود نرجع معكم في اليوتيوب. غنقول لكم كما ديما كنختم معكم الفيديوهات، نهاركم مبروك واليوم الجمعه، جمعه مباركه تدخل عليكم بالصحه والسلامه. وغادي نقول لكم بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، نتلاقاو في الفيديوهات الجايين. تشجيعاتكم البنات، تشجيعاتكم تشجيعاتكم تشجيعاتكم. بالسلامه عليكم ونهاركم مبروك.